بقى بكل الكلام ده كله والقبة الحديدية. الصاروخ الأروع حضرتك تمنه من 2.5 ل 3 مليون دولار، بيواجه صاروخ باليستي تمنه حوالي 12 أو 15 ألف دولار. فالوضع الحالي في الإقليم وضع خطير جدا. لو لم يعني تنصت حكومة إسرائيل لطلب المهذب من إدارة بايدن دونما الضغط، حتى الآن مفيش ضغط أمريكي، مفيش ضغط أمريكي خالص. فحضرتك لو ما تمش عملية يعني الاستماع والإنصات إلى دولة بحجم مصر أو إلى توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية عدم تمدد الحرب الإقليمية، فأنا بأكد لحضرتك أن حالة الحرب ستستمر في الإقليم من 8 إلى 10 سنوات لو اندلعت الحرب الإقليمية. طب سؤالي، حضرتك رجحت او الرأي الارجح عندك ان الولايات المتحدة الامريكية عايزة انها تنهي حالة الحرب دي، او على الاقل تسكنها كده شوية لحد الانتخابات. لكن ممكن البعض الاخر بيرى ان على الجانب الاخر لا، هي بتسكن هذا الامر حتى تستطيع اسرائيل اداء مهمتها اللي هي عايزاها بالزبط. وانها تعمل ده بالزبط. وبالتالي هي بتدخل في دايرة المفاوضات معاهم لابداء ان هي الدولة رعاية الديمقراطية عشان برضو الانتخابات اللي عندها، لكن هي مش جادة في مسألة إجراء أو إتمام المفاوضات والهدنة. ده كلام مهم جدا اللي سيادتك بتقوليه، هي فكرة التوحد في الهدف الاستراتيجي. لا خلاف ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي في الأهداف الاستراتيجية للحرب. كويس. لأن الجانب الأمريكي هو من بادر بوضع حركة حماس على قائمة الجماعات الإرهابية. صح. وأنه لا يتعامل معها مطلقا، ولكن يتعامل معها من خلال وسيط. إذن هناك توحد في الفكر والأفكار الاستراتيجية ما بين الدولتين. تقوم الولايات المتحدة طبقا للرأي العام الأمريكي في العقد الماضي على سبيل المثال بأنه بعد حروب أفغانستان والعراق الشعب الأمريكي لم يعد يقبل بتضحيات أفراده على الأرض. صح. أو قتل أفراده على الأرض، فبتتقدم إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف ولكن بدعم أمريكي كامل. أنا عايز أوضح لحضرتك أن إسرائيل 55 ألف طن حتى الآن منذ بداية الحرب تم جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. يعني إسرائيل النهاردة يعني كل مخزون السلاح اللي في إسرائيل انكشف في حرب صغيرة في قطاع غزة. ما بال حضرتك لو فتحت بوابة حزب الله والجنوب اللبناني والميليشيات العراقية على الأرض السورية. طيب أنا السؤال بتاعي، بما أن احنا ذكرنا حزب الله، لأن البعض بيرى أن الهجوم اللي حصل بالأمس من حزب الله على إسرائيل أو الهجوم اللي كان مضاد عليه أن هو مجرد هجوم زيه زي العادي اللي بيحصل في كل مرة، ولكن ربما الكثافة العددية بالزبط. لمثل هذه العملية العسكرية بالزبط. هي اللي مختلفة. شفت المشهد إزاي بالأمس سيادة العام؟ خليني أوضح لسيادتك نقطتين في منتهى الأمان. اتفضل. إسرائيل مش دولة لا تتمتع بعمق استراتيجي. إسرائيل دولة صغيرة. أوكي. وبما حتى بالرغم انها استولت على اراضي كثيره جدا من الضفه الغربيه والكلام ده كله، الا انها ما زالت تحتل كل من الضفه والقطاع فيما يتعلق بالجو والبحر. اذا كانت غير موجوده في الضفه الغربيه كقوات عسكريه، لكن هي موجوده على الحدود مع الاردن في منطقه غور الاردن. ولم تعتاد اسرائيل على سبيل المثال ان يوقفها احد عند حداد زي ما احنا عاملين في محور فيلادلفيا. اوكي. 210 كيلو مع حدود الاردن الجيش الاسرائيلي موجود، 76 كيلو مع الجولان موجود، 68 كيلو مع الحدود اللبنانية، كل ده موجود الجيش الإسرائيلي. إذن عندما ننظر لطبيعة الصراع فإن إسرائيل مهما بلغت من قوة لابد أن تحتاج إلى حلفائها. عشان كده حنجد أن وزير الدفاع الأمريكي أصدر أمرا باستمرار تواجد عدد 2 حامل الطائرات في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل زائد المجموعات القتالية التابعة. والمجموعات القتالية التابعة أنا بكلم حضرتك عن بوارج، وبكلم حضرتك عن فرقاطات تحمل صواريخ، تحمل صواريخ مضادة للطائرات وضد الصواريخ أيضا. إذن الفكرة، فكرة إسرائيل وإبقائها على قيد الحياة في الإقليم هي فكرة أمريكية غربية باعتبارها قدم ارتكاز الإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط. صحيح. إذن حزب الله، لما نيجي نقيم حزب الله، فكرة أن الحزب يكون لديه القدرة على تهديد العمق الإسرائيلي واختراق العمق الإسرائيلي وفتح مجال في مجال القبة الحديدية، الدفاع الجوي حضرتك 3 طبقات، قصير متوسط بعيد المدى خارج الغلاف الجوي، هنا قبة الحديدية مقلاع داود صواريخ أرو بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك حضرتك عندما هددت قوات حزب الله بالهجوم على إسرائيل مدارج الطائرات في إسرائيل الطائرات وقفة صف واحد. ليه؟ لأن النظم الغربية في التسليح بتعتمد على القوات الجوية في عملية الدفاع الجوي. أي. لذلك إسرائيل لديها طوال الوقت 5 طائرات F-16
بتطلع من قاعدة رامات ديفيد وبتطلع من بعض القواعد القريبة زي حتصور وحتسريم، بيطلعوا في الجو يعني يعملوا حاجة اسمها زي دورية طائرة. لما اكتشفت إسرائيل أن حزب الله على وشك إطلاق صواريخ وتنفيذ الهجمة، بادرت الطائرات اللي في الجو والطائرات اللي على مدارج الطائرات. هم قالوا ان استخدمنا 100 طائرة، ولكن انا بتصور ان دي مبالغة، وان حجم الاهداف اللي ضربت في جنوب لبنان مش ممكن كانت ضعيفة، كانت ضعيفة، وما كانتش 100 طائرة تقدر تعمل كل الكلام ده يعني، او الخسائر اللي مرصودة ضعيفة جدا. اذا كان حزب الله يستخدم تكتيكات متعلقة باستخدامه للكاتيوش واستخدامه لطائرات مسيرة، اذا الدولة التي تدعي انها اقوى دولة في الشرق الاوسط وفي الاقليم هي دولة مهددة في عمقها الاستراتيجي. ولو استمرت اسرائيل ودخلت في حرب اقليمية واسعة، انا بأكد لحضرتك ان اسرائيل ستهزم استراتيجيا. ليه؟ لان المورد البشري لدولة اسرائيل لا يستطيع ان يواجه حجم اعدائيات في الاقليم يتخطى 200 مليون مواطن. يعني بنتمنى ان يعني يتوقف هذا النزيف اللي موجود في المنطقه. انا بشكر حضرتك جدا سياده العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شؤون الامن الاقليمي. شكرا جزيلا، شرفتنا.